مناسبة فريدة من نوعها لا شك، وأيضا مناسبة تاريخية. اليوم نحتفل بتخريج وكيلات نيابة، وهذه يعني بالنسبة لنا، ويشرفني أن أكون يسجل اسمي يعني تاريخيا بأن أنا أول من قمت بالتوقيع على هذا القرار، ويشرفني أن أرى وكيلات النيابة في أحسن موقع وفي أفضل موقع، وأنا على يقين بأن المرأة الكويتية مرأة قادرة على الإنجاز ومرأة قادرة على الأداء. تخريج 22 وكيل نائب العام من العنصر النسائي، وهذا لأول مرة في الكويت، ونحن نفتخر بوجود هذه الكوكبة من الشباب والشابات من وكلاء النائب العام في حفل هذا التخريج الذي يمثل فخر لأبائهم وأمهاتهم، وفخر لمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.